لغاية شهر 6 اللي هو النصف الأول من هذا العام هي 20%، فاحتلت السيارات الصينية المرتبة الثانية بعد السيارات اليابانية في هذا العام، من بعد مثل ما كنا عارفين أن كانت السيارات الصينية تحتل حصة سوقية ضئيلة جدا لا تتعدى 2%. التعويل على هذا هو الاستراتيجية اللي اتبعتها السيارات الصينية للتطوير من نفسها وتطوير صناعتها وتطوير الجودة. فنلاحظ الحين الجودة العالية اللي صارت تمتاز فيها السيارات الصينية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التقنيات العالية اللي صارت تتوفر فيها، وفي عندنا بعد أكثر من هذا الاختصاصات الأمان والسيفتي فيتشرز اللي صارت موجودة في هذا النوع من السيارات. فنلاحظ أن هذا الشيء قاعد ينعكس بالشكل الإيجابي للمستهلك البحريني، بما أنه صار في عنده خيارات كثيرة في السوق ممكن أنه هو يحصلها بأسعار تنافسية، طالما أنه هو ضمن الأمان وضمن المميزات وضمن الجودة اللي تخلي مثل هالنوع من الاستثمار، مثل ما كان يقول أستاذ إسماعيل أنه في السابق كان هذا الاستثمار السيارة يكون في حدود 5 سنوات، في الوقت الحالي صار يتعدى 5 سنوات ويوصل للـ7 سنوات.